في ضوء جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتخفيف عن المواطنين، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بدأت مؤسسات التحالف بتوفير لحوم الأضاحي وتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا. يستمر العمل على مدار الساعة بمحافظتي القاهرة والجيزة لتوزيع أكثر من 25 ألف كيلوغرام. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بدأت مؤسسة أبو العينين الخيرية إحدى كيانات التحالف الوطني الإعداد والتجهيز لاستقباله من خلال شراء 1000 رأس من العجول بما يعادل 400 طن من اللحوم لتوزيعها على الأهالي الأكثر احتياجا في محافظات مصر كافة. أكثر من 1000 رأس هنذبحها، بل والأمر مفتوح بتوجيهات الأستاذ محمد أبو العينين، حتى لو احتاجنا نذبح أكثر من 1000 إحنا بنوزعها. القاهرة الكبرى لها أهمية عندنا، احنا القاهرة والجيزة يعني يوميا حوالي 25 طن لحمة بيتم تسليمهم بيها. ابتدينا توزيع 250 ألف كيلو على مستوى محافظة الجيزة والقاهرة فقط، من على مستوى محافظات الجمهورية كلها. في محافظتي الجيزة والقاهرة وعلى مدار 24 ساعة يستمر العمل على قدم وساق لتوزيع ما لا يقل عن 25 ألف كيلو من اللحوم الطازجة للمواطنين الأكثر استحقاقا من هذا اليوم وصولا ليوم عيد الأضحى المبارك. مؤسسة خيرية بسم الله ما شاء الله، بتدي للناس كل حاجة في المواسم وفي الأعياد، وربنا يبارك لنا في المؤسسة كلها واللي شغالين في المؤسسة. بصراحة عايز أشكر مؤسسة أبو العينين كله والقائمين عليها وكل اللي بيشتغلوا في مؤسسة السيد النائب أبو العينين. والله إحنا مهما ما نقول مش هنكفيهم حقهم بتوع تحالف الوطن. شايفين حتى نظام وشايفين ما شاء الله بالك، يعني إيه الناس جاية ما شاء الله مبسوطة. ده عمل صالح، ده كله عمل صالح، مش عمل شر، عمل صالح للناس الغلابة ديت. ده حاجة خير خير من عند ربنا، وشكرا للتحالف الوطني. مجهودات جمعية أبو العينين وغيرها من المؤسسات تأتي تحت مظلة التحالف الوطني من أجل الوصول إلى المواطنين الأشد احتياجا للتخفيف عن كاهلهم ومراعاتهم، ليصلوا بهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء.